العيد هل فرحنا زان يا مرحبا بخير الأعياد عيد الفطر جابه الرحمن للمسلمين أجمل هدية بالفرحة والخير والإحسان العيد هالعام ينعادي في لمة الأهل والخلان يكبر فرحنا ويزداد العيد هل فرحنا زان يا مرحبا بخير الأعياد عيد الفطر جابها الرحمن للمسلمين أجمل هدية بالفرحة والخير والإحسان العيد هالعام ينعادي يا مرحبا بخير الأعياد لمة الأهل والخلان يكبر فرحنا ويزداد وسلم عبد الله بالجفان نهدي التهاني مع الكادي أعايد أبويا والإخوان أمي وخواتي وأفادي أمي وخواتي تراحيب تقاعد تكريم ترقية نقل.